بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السيكشن ده بيتكلم عن الستايلينج والسيمينج للابليكيشن. لحد دلوقتي يو ديدنت ستايل اني اوف ذا كومبوزابل، ما عملناش اي ستايل للكومبوزابلز سو فور، اند يت يو جوت ا ديسنت ديفولت انكلودينج دارك مود سبورت، ما عملناش اي حاجة تخص السيمينج او الستايل. Let's look into a basic CodeLab theme and material theme all. لو فتحت الملف اللي اسمه theme جوه البروجكت بتاعك هتلاقي حاجة اسمها basic CodeLab theme، بتستخدم الماتيريال theme في الimplementation. ادي البيزك CodeLab theme بيستخدم شوية parameters، الدارك theme والدايناميك كولر وهكذا. الماتيريال سيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن كومبوزابل فانكشن ذات ريفلكت، بتعكس الستايلينج برنسبل، مبادئ الستايل الموجودة جوه الماتيريال ديزاين سبيسيفيكيشن، ذات ستايلينج انفورميشن كاسكادز داون تو ذا كومبوننت ذات ار انسايد اتس كونتنت، للمكونات اللي موجودة جوه الكونتنت بتاعك، which may read this information to style themselves in your UI. You are already using بالفعل انت بتستخدم البيزك كود لاب سيم as follow، زي ما هي موجودة كده كانت مكتوبة بالشكل ده. طيب because basic code lab سيم wraps الفانكشن دي بتراب بتلتف حوالين او جواها content الماي اب is styled with the properties defined in the سيم، الستايليشن او الستايل اللي حصل فيها للخصائص اللي جواها موجود في السيم. From any descendant composable you can retrieve three properties، تقدر تسترجع تلات خصائص، الماتيريال سيم والكالر سكيم والتايبوغرافي والشيبس. Use them to set a header، وتستخدمهم عشان تسيت الهيدر ستايل لواحد من التكست اللي موجودة. ادي التكست الاولاني هنسيبه زي ما هو، تاني تكست هنعمل له ستايل، هنباصي تاني ارجيومنت هنحط كوما ستايل ماتيريال سيم دوت تايبوجرافي دوت هيدلاين ميديوم. حلو. طيب ادي لو بصينا خلى الرقم بقى شكله اكبر و ميديوم، حجم الخط بقى متوسط. ذا تكست كومبوزابل ان ذا اكزامبل اباف سيتس ا نيو ستايل، عملنا ستايل جديد للتكست. You can create your own، ممكن تكريت التكست ستايل اللي انت عايزه، or you can retrieve a theme defined by using the material theme.typography which is preferred، ده مفضل انك تسترجع السيم اللي already متعرفه باستخدام الماتيريال theme.typography. This constructs gives you access، بيديك تحكم او وصول للماتيريال defined text styles زي display large و headline medium و title small و body large و label medium، كل دي انواع ممكن تستخدمها. في المثال بتاعنا استخدمنا headline medium style defined in the theme. اعمل run للبروجكت او شوف في البريفيو هيظهر بالشكل ده. In general it's much better to keep your colors، من بشكل عام من المفضل انك تخلي الالوان والشيبس الاشكال والستايل بتاع الخط انسايد جوه الماتيريال سيم. على سبيل المثال الدارك مود would be hard to implement، صعب انك تطبقه if you hard code colors، لو عملت الكالرز بشكل هارد كودد لازم تخليها جوه مكان موحد هو الكالرز، and it would require a lot of error prone work to fix، وهيعرضك لو عملتها هارد كودد ل كثير من الاخطاء اللي ممكن تحصل. However sometimes you need to deviate slightly from the selection of colors and font style. In those situations it's better to base your color or style on an existing one. For this هنموديفاي هنعدل على ال predefined style باستخدام الكوبي فانكشن. Make the number extra bold، هنخلي الرقم يبقى bold. فادي الستايل نفس اللي احنا عملناه بس بعد الهيدلاين ميديوم هنزود دوت كوبي، نستخدم فانكشن الكوبي ونديها فونت ويت، الفونت ويت دوت اكسترا بولد. This way الطريقة دي if you need to change the font family or any other attribute، لو محتاج تغير الفونت فاميلي بتاع الخط
او اي اتريبيوت تاني من الهيدلاين ميديوم you don't have to worry about the small deviation. يعني مش محتاج تقلق بالنسبة لو في انحرافات بسيطة او صغيرة حصل. طيب دلوقتي لما تيجي تعمل run ادي الارقام بقت بالشكل البولد اللي انت شايفه ده. طيب عشان نعمل setup للدارك مود currently our preview show only the app بيوريك الابليكيشن في اللايت مود. طيب في additional app preview اضافي للديفولت preview هنستخدم ال UI mode night yes. ادي ال UI mode night yes ده بنستخدمه في ال add preview للديفولت preview. طيب this adds a preview in dark mode هيخلي ال UI mode بتاعك في ادي ال onboarding والديفولت preview. عندي هنا ادي الديفولت بريفيو وهنزود بريفيو تاني اليو اي مود بتاعه يو اي نايت يس فيظهر لك الديفولت بريفيو الدارك اللايت مود والدارك مود. تويك يور ابس سين يو كان فايند ايفري ثينج ريليتد هتشوف اي شيء متعلق بالكرنت سيم في ملف اسمه السيم فولدر. على سبيل المثال الديفولت كولرز الالوان الديفولت ذات وي هاف بين يوزنج المستخدمه في الابلكيشن متعرفه في كلاس الكولر. حلو ليتس ستارت باي ديفايننج نيو كولرز اد ذيس كولرز هنزود الالوان دي في ملف الايه الكولر. ناو اساين ذم تو ذا ماتيريال سيم باليت ان سيم نروح لللايت كولر سيم سكيم وهنزود الالوان الجديدة اللي احنا كريتناها. If you go back to main activity لو رجعت على main activity وعملت refresh للبريفيو البريفيو color don't actually change ما تغيرش. That's because by default ده عشان بشكل افتراضي البريفيو بيستخدم ال dynamic colors. You can see the logic for adding dynamic coloring in theme using the dynamic color boolean parameter. طيب عشان نشوف الالوان دي to see the non-adaptive version of your color scheme اعمل run للابليكيشن على جهاز اقل من ال API بتاعه اقل من 31 يعني اندرويد S you will see new colors هتشوف الالوان الجديدة. In theme define the palette for dark colors هنعرف متغير جديد dark color scheme وهنحط فيه ال parameters دي. حلو واعمل run لل application هيظهر معاك ال dark theme بالمنظر ده. ال final code لل theme لو حابب تراجع عليه عشان تتأكد ان الكود اللي انت كاتبه صح هنكمل المرة اللي جايه.